خطبته وتزوجت بيه، ودابا كنطلب من المحسن الله يرحم يوم الوالد هاد الدري يمشي يرضع الحليب. وشحال هادي ما بقى رضع الحليب، دابا راه فيه الجوع، داك الشيء كيدير هكا. والراجل ديالي انت ما كتشوف العائله ديالي كيفاش دايره. دابا كنطلب من المحسن الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، ما تشوفوا من حالنا ومن حال الدراري. الله يرحم لكم الوالدين، الله يخلي لهم ما اعز عليهم، لما عتقوا الدراري وعتقوا اللي حنا معاهم. الاسم ديالي عبد الكريم زالاغ، انا رب هذه الاسره، هذه الوليدات ديالي، هذه الزوجه ديالي. انا السبب ديالي وقع ليا الضو، ضربني الضو. كنت جاي من المدرسه وكاين واحد البوطو قصير جلست تحت منه حتى زعما تتفوت الشتا. الساعه اللي جلست وقع واحد سيلكوي في البوطو شدني الضو من رجلي، الساعه اللي شدني الضو من رجلي بغيت نطيح على ظهري وانا نعنق البوطو. مني عنقت البوطو صافي مشاو ليا يدي بجوج. ملي مشيت للسبيطار ما لقيتش ما يعني ما تعالجوش ليا يدي. انا دابا راني كبرت ودرت وليدات، عندي ثلاثه الوليدات وما خدامش، وقصد جميع البيبان يعني حتى شي واحد ما شاف في وجهي. صافي السيده ديالي هي اللي خدامه، والاخت ديالي حتى هي خدامه ومعاوناني. صافي دابا مني توقف هاد مني قدر علينا الله هذا الوباء، صافي راه حبسوا من الخدمه، ما بقاوش خدامين، ما لقيتش براسي فين غادي نمشي. ما عنديش باش غادي نصرف على راسي، والوليدات هما كيكبروا، خاصني ليكوش، خاصني الحليب، بزاف الحاجات خاصني. ما خصنيش انا تحرمت من المدرسه، الوليدات ديالي ما بغيتهمش يتحرموا، ما بغيتهمش يتحرموا من المدرسه، بغيتهم حتى هما يقراوا، وما عنديش باش نقريهم. بغينا حنا كنشوفوا لقدام ان شاء الله باش ولدنا الوليدات نقروهم. ما عنديش باش غادي نوقف مع وليداتي، عندي العائله ديالي، عندي العائله ديالي، ولكن حتى العائله ديالي ضعفاء، ما كاينش مناش غادي يعاونوني. الاسم ديالي بوشرى مصباحي، انا الزوجه ديالو مت هاد الوليدات ثلاثه. كنت خدامه ومن نهار اللي بدا هاد الوباء صافي جلست من الخدمه، وكارين كاريه الدار، وما ماشي حتى الخلاص اللي كنتخلصو ما ماشي شي خلاص، كنتخلص ب 400 درهم في السيمانه وكاريب 36 الف ريال. ودابا 3 شهور دابا ما خلصناش الكره، ومول الدار كطلب منا باش نخرجوا من هاد الدار، وما عندناش فين نمشيو، وهاد الدراري باقيين صغار، باقي الدرس باقي الله عدو 6 ديال الشهور. كتشدها ليا غير واحد الجده ديالي، ودابا مني جلسنا من الخدمه صافي دابا مشات، ودابا جلست غير في الدار ما تلاش عندنا حتى من ناكلو. وهاد الدري كيسو يرضع الحليب، وشحال هادي ما بقى رضع الحليب، دابا راه فيه الجوع، داك الشيء كيدير هكا. والراجل ديالي انت ما كتشوفو العائله ديالي كيفاش دايره. الولاد ديالي كيقراو في المدرسه، ودابا متلاش عندي دابا باش نقريهم، كانوا كيقراو ب 100 درهم في الشهر، دابا متلاش عندهم باش يقراو. وانت مع الدار هاد البيت اللي قاعد الدار اللي كاريه تمن الفراش وتمن الماعن وتمن الثلاجه تارينا ليا على الناس اللي كيجيو عندي وكيشوفوا هاد الحاله دايره كوكا، هما اللي كيمشيو يجيبوا ليا الحوايج. دابا كنطلب من المحسن الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، لما تشوفوا من حالنا ومن حال الدراري. كاين انت هادو شحال من حاجه كيشوفها كيقول لي ماما حنا راه بغينا وبغينا بابا حنا بغينا وبغينا، وما كنلقاش مين نجيبو ليه. كنقول له ماما واخا 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 واخا، تنتخلص السيمانه، نتخلص السيمانه الجايه، نتخلص الشهر الجاي، وما كاينش مين نجيب ليهم. الناس في الصيف كيسافروا في الاعياد كيسافروا، ما كنشوف الناس مسافرين، انا جالسه غير في الدار. كنولي نقول يا ربي يا ربي تاني تسهل عليا، يا ربي تاني نولي تاني بحال الناس، تاني نولي نخرج نشري لولادي داك الشيء اللي بغاو، كاع الحاجه اللي حلوا على فمهم نجيبها ليهم. تويت ولي تاني عندي الدار بحال الناس، تاني خدم ديك الخدمه تاني خدمتها نجيبها الخسيرة على داري، ماشي كنشدها كنعطيها في الكرة كنعطيها في
نعطيها فضة ونعطيها في الماء نتقدى ما عدنيش عرفت من دير. كنطلب منهم الله يرحم لكم الوالدين الله يخلي لهم ما أعز عليهم لما عتقوا الدراري وعتقوا اللي تحنا معاهم. كنطلب منهم غير يشوفوا من حالي ومن حال الدراري ومن حال هذا الراجل لأنه توا من النار المسكين توا النهار توا النهار اللي شفناه توا بقى فيا وتزوجت بيه وماشي بقى فيا بغيته وتزوجت بيه ودابا كنطلب من المحسن الله يرحمه ومن الوالدين يشوفوا من حال الدراري ويشوفوا من حالنا تانا بغينا الوليدات يقراو وبغيناهم يعيشوا احسن عيشة. وكنقول لهم التليفون ديالي 066-16-24-10 الله يرحم لكم الوالدين لما عيطوا لينا وشوفوا من حالنا ومن حال الدراري. حشومة وعار عار وحشومة. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطية وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤولية كصحابة باش الرأي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهة.